في أخت سائلة بتقول إنها كان عليها أيام من رمضان 12 يوم، فلما انتهى رمضان بدأت تصوم 12 يوم، وبعد ما خلصتهم بدأت تصوم الست أيام البيض، لكن صمت 4 أيام فقط من أيام شوال يعني، ولسه لها يومين، وللأسف جالها الدورة كما تقول يعني، وشوال هيخلص وهي مش هتقدر إنها تكمل اليومين دول، فبتسأل بتقول تعمل إيه في اليومين دول؟ هل تصومهم بعد شوال؟ نعم، طبعا العلماء في قضية الصيام في شوال ومن عليها أيام لتقضيها اختلفوا في المرأة بما تبدأ، تبدأ بإيه؟ تبدأ بشوال الأيام معروفة ومعدودة، ولا تبدأ بالصيام ما عليها، اللي ده فرض واجب عليها لازم فرضا تؤديه قضاء الفروض التي أفطرتها. من العلماء من قال لا، البدء الأول بالفرض ثم تدرك ما تدركه من شوال. في من العلماء من قال لا، يعني قضاء رمضان ليس على الفور بل على التراخي، يسع انك انت تأجله البعد ما تخلص الست من شوال ما دمت على نية القضاء. واستدل بذلك من قرأ هذا الرأي بحديث البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقضي رمضان في شعبان لمشاغلها طوال العام. يعني الشاهد ممكن ده على التراخي يمتد الأمر مع الإنسان. طيب هي الآن فضلت تبدأ بالفرض، جزاها الله خير أخذ بهذا الرأي، صامت 4 ليالي وجالها الدورة الشهرية. من الفقهاء من يرى أن شوال يقضى بعد ذلك في ذو القعدة أو بعد اللي عليها أيام من، لأن مدامك معتادة أن تصوم الست أيام من شوال ويتؤجر على هذا الأجر، فإذا المطلوب منها الآن أنها تقدر تصوم اليومين الباقيين في ذو القعدة بنية القضاء مما عليها في ست من شوال. أي نعم. طيب. هو ست من شوال بالمجمل طبيعي سنة، مش معناه قضاء قضاء فرض، أما سنة. قضاء سنن كما يجوز أن تقضي النوافل، يعني لو واحد فاته الوتر هل يجوز يقضيه؟ نعم، يقضي بالنهار النوافل. نعم بالنهار النوافل، سابني فاتتني سنة العشاء ما عملتهاش عايز أقضيها بالنهار أقضيها. فالنوافل تقضى كما الفرائض تقضى.